كان المجلس ديال مدينة الدار البيضاء صيفط دعوات لحضور اجتماع، وهذا الاجتماع كيشل مجموعة ديال النقاط بما فيها احنا توصلنا نسخة من هذا البرنامج ديال هذا الدورة ديال اكتوبر، وشلنا ديال المرافق العمومية النقطة 93 في المرافق العمومية اللي كتقول الدراسة والتصويت حول مشروع تعديل ديال كناش تحملات الأسواق البلدية. يعني هذا المشكل هذا اللي كان تقريبا المجلس السابق هو كان بحدته كان مشكل، جاء المجلس هذا كيناقشوا بعضياتهم، حنا كمهنيين وكتجار ما عمرهم هاد الناس دعونا حول الحضور والمناقشة حول هاد دفتر التحملات، لأن عندنا حنا ما يفيد، عندنا مجموعة ديال الاقتراحات، عندنا مجموعة ديال الآراء، ما هاد الناس ما بغاوش يسمعوا لنا، مع كاتبنا المجلس حاول باش نحضروا حتى واحد ما سمع لنا وما انتبه لصوتنا، من بعد حتى كتوقع شي حاجة عاد كيقول لك شنو وقع شنو وقع شنو وقع، أنا بالعكس مهني وعندي المشكلة دخلت عليا وتناقش معايا، عندي ما يفيد، عندي دفتر التحملات، أنا عندي نقاط اللي كتكثر من دفتر التحملات، لا يعقل بأن كاينين الناس اللي طالبوا هنا بتصويت الوضعية سنين حتى شي واحد ما انتبه لهم، لا يعقل بأن نخلص الواجب ديال الكلاء على واحد السيد اللي مات 20 عام وكيبقى هنا من القرار ديالو ما تحولش، كيبقى ذاك السيد اللي ميت ملي كتمشي للجبايات بغيت تخلص كيقول لك خلص على اسم واحد قديم، لا يعقل بأن عندي ركود داخل السوق تغيير النشاط كيقول لك ما رغيتش النشاط حتى ينتبه الاستمرارية في التجارة هذه. ثانيا المشكل اللي بصراحة اللي فاض الكأس هو الترخيص لرؤساء المقاطعات، لأن شكون هو المباشر بالنسبة للأسواق البلدية ماشي مثل المدينة، راه رئيس المقاطعة هو المباشر الأول، فين ما كنوقع شي مشكلة كنمشيو حنا مباشرة رئيس المقاطعة حل معنا المشكل، كما كان معروف قديم رئيس المقاطعة هو اللي كيسيني في تغيير النشاط ولا كيسيني في القرارات ولا علاش ما يكونش هذه العادة كما كانت وخليوا هذا المشكل هذا، ولا كان شي خلفية سياسية ولا كان شي حاجة أخرى حلوا بعضياتكم، حنا كتجار كنقلبوا على القوت اليومي ديالنا، المطالب اللي كنطلبوا دابا هو يخليونا تسويق الوضعية حول الأسواق المادية تحل فيها مشكل، ثانيا بالنسبة لتغيير النشاطات تحل المشكل ديالها، ثانيا كاين بعض المشاكل اللي داخل الاسواق خصنا مع من المخاطب ما نتجاوبوا معاه، هذا هو اللي هذه هي المطالب ديالنا. ثانيا بالنسبه لهذا دفتر التحملات شاركونا فيهم حنا كجمعيات كمجتمع المدني وكتجار نعطيكم حتى حنا اراء ديالنا خذ بها ولا ما تاخذش بها، المهم ريح معايا وكل شنو كاين، هذا هو المطالب ديالنا.